ريكوردينج وهي شير سكرين. هلا ملاحظه بسيطه للي بده يبعث على الماسنجر، اللي بده يبعث على الماسنجر ما يبعث ملف مضغوط، الماسنجر ما بسمح لك تبعث ملف مضغوط، انما شو بتقدر تسوي؟ بتقدر انه تروح مثلا هي هون تفتح مثلا هي على دي، هي على الدج مثلا، هي على 2019 3، هي مثلا هون جافا تستنج مثلا، هي عندي مثلا مشروع بدي اسلمه، كيف بدي اسلمه؟ لا تضغطه كملف ونرار اذا بدك تبعته على الماسنجر، الماسنجر ما باخذ ملفات مضغوطه، ولا مثلا بدي اروح على هي هذا المثال، بروح على اللي هو المشروع تبعي على الاس ار سي سورس باكج على ضمن الباكج تبعتي. هلا اللي بتقدر تبعته هدول الملفات، فهذا الملف بتقدر تحطه ضمن الماسنجر، الماسنجر باخذ ملفات دوت جافا، فبتقدر تحط هذا وهذا، تقول لي هي مثلا المين كلاس خلص خلي نفس اسمه، وهو هدول الاثنين يعني اعمل اتاتش لتو فايلز باخذهم الماسنجر. اما ملف مضغوط ما برضو لانه كحمايه بخافوا انه يكون في فيروس، يكون في شيء فبمنعوا عليها. وصلت احمد او مين؟ هو احمد سالني صح؟ تمام، يعني ارجع ارسله على الماسنجر، على الماسنجر كملفات على اساس دائما اقدر اتبع من جهه واحده، لانه اذا كل واحد يبعث لي هون 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 يعني تو ماتش، بصير اشيك على ايميل الجامعه، ايميل الشخصي، وعلى الماسنجر، وعلى الموقع، يعني اربع خمس اماكن مشكله. فدائما نوحد الشغل، والجامعه حكينا لكم بدهم كتوثيق للوزاره انه يطلعوا على الاي ليرنينج، يعني في مندوب من الوزاره موجود عندنا في الجامعه بيطلع على الاي ليرنينج، شو الهوم ورك المعطى، شو الفيديوهات الموجوده، شو المحاضرات الموجوده، فبتابعوا عليها. فالجامعه طالبه انه التسليم على الاي ليرنينج عشان احصائيات الوزاره. طيب على كل هلا خلينا نكسب الوقت، اليوم بدي اكمل معكم بموضوع حلو كثير اللي هو الري اوف اوبجكت. احنا اخذنا بدايه الفصل اللي هي الاريز، الري العاديه، كنا نعرف الري اوف انتجر، الري اوف كذا كذا كذا، كاركتر سترينج. هلا تعال نعمل اللي هو الري اوف اوبجكت، او تعال عشان افهمك اياها كيف كنا نشتغل في الثمانينات. هلا هون مثلا انا لو كنت بدي اشتغل اللي هو شو اسمه نظام مثلا للموظفين زي ما عملنا المره الماضيه، مثلا موظف له رقم وله اسم وله راتب، كيف كنا نحلها قبل الاوبجكت اورينتد؟ كنا نضطر نعمل ثلاثه اريز، بحيث انه مثلا انت مثلا اي ار ار مثلا اسميها نمبر، هاي اللي هي رقم الموظفين، وتساوي نيو انت مثلا هم خمس موظفين، اجي احكي هون نيو انت خمسه، هذه وان دايمنشنال اري لمين؟ لارقام الموظفين. طيب اسماء الموظفين اعمل سترينج اي ار ار names مثلا اسميها، اعمل زي هيك وتساوي new string مثلا بهذا الشكل، new string مثلا برضو كمان ايش خمسة وحط سمي كولن، بعدين double اللي هي الرواتب، double ARR مثلا sorry ARR salaries salaries مثلا بهذا الشكل، واقول انها array وتساوي double برضو خمسة. كنت أضطر أعمل ثلاثة أري، ونط واحد بيقول لي طب اسمع هاي حلو، هاي عملوا لنا أبديت للميتينج، بقول لي ليش ما تعمل تو دايمنشنال أري اللي هي يكون أبعادها مثلا ثلاث أعمدة بخمس سطور؟ بقول له بزبطش، لأنه التو دايمنشنال أري لازم يكون كلهم من نفس الداتا تايب، يعني يا كلهم انتجر يا كلهم سترينج يا كلهم دبل، فما كانت تضبط. كنا نضطر نعمل ثلاثة أريز، هذا إذا عندي ثلاث معلومات. طب لو عندي عشرة اعمل 10 اري، هذول بنسميهم بارلل اري. شو يعني بارلل اري؟ يعني اول خانه من الاري الاولى هي رقم الموظف، اول خانه من الاري الثانيه هي اسمه، اول خانه من الاري الثالثه هي راتبه. يعني تصور قديش المعاناه لما بدك تطول معلومات موظف، بدك تمشي على ثلاثه اريز، اذا كان 10 معلومات على 10 اريز، لما بدك تعدل في مشكله يعني عظيم فيها. طيب قول لي واحد طب كيف حليناها في الاوبجكت اورينتد؟ طلع كيف حليناها في الاوبجكت اورينتد، هاي بدي اشطب هذول. وبدأ أورجيكم كمان شغلة حلوة، إحنا المرة الماضية في مثال المرة الماضية، أيوة أنا حضرتها بشرح المثال هذا تبعنا هون، إنه نفس كلاس الإمبلوي تبع المرة الماضية، المحاضرة الماضية مش شرحت لكم مثال الإمبلوي، إنه أنشأنا موظف له رقم وكذا وحطينا شروط وعملنا جيت كوبي وحطينا تو سترينج. هلا هذا الكلاس سويته، طب هلا بدي أبلش مشروع جديد، هل معقول أرجع أبني الكلاس من أول وجديد؟ لا، في عندي كلاس موجود بدي أجيبه على المشروع تبعي، يصير موجود عندي، تعال أعلمك كيف تاخذ كلاس كان موجود مثلا باكج قديمه او مشروع قديم تضيفه لمشروع جديد. طلع والله معلمي، اول طريقه وانت فاتح النت بينز تقدر طبعا تستخدم كوبي بيست عن طريق الويندوز بصير، او على الاسرع لك على النت بينز. هي مثال المره الماضيه اللي هو لسن 14 اللي هو تبع اللي هو الموظفين، انا بدي كلاس الامبلوي هذا اللي سويته تبع المره الماضيه
احطه في الباكج تبعته نهايه لسه 15. فهذا الكلاس باجي باخده رايت كليك كوبي او عن طريق الويندوز اذا بتشتغل كويندوز كوبي وبيست عادي. هلا باخده من هون كوبي بدي اجي احطه بنفس الباكج تبعتي. هلا هاي المشروع هاي الباكج تبعتي ضمن السورس باكجز في الباكج اللي انت فيها المين كلاس. هلا واقف على هاي احكي له رايت كليك بيست. هلا هو بحكي لك بدك اعمل بيست كوبي عادي يعني كوبي وبيست عاديه ولا اعمل ريفاكتور. تقدر تختار التنتين بس خليني اورجيك شو معنى ريفاكتور. هلا قبل ما اعمل بيست هون هذا الامبلوي تبع الباكج 14 هون اهم شيء لما تنسخ الكلاس الكلاس نفسه بس ايش اللي بيفرق اسم الباكج اللي هاي هون بدرس المره الماضيه اسم الباكج لسن 14 هاو تو كومبير اوبجكتس. احنا الباكج الجديد اللي بنشتغل عليها اسمها لسن 15 او او دي اري اوف اوبجكتس ايش مسميها سكشن 2. ممنوع تحط كلاس لباكج ثانيه بالباكج الحاليه تبعتك عشان تستخدمه طلع شو بسوي رايت كليك على هذا كوبي خلينا نسكر والله من هون عشان ما خربطش النوت تبع الباكج الجديده واجي هون رايت كليك ايش بحكي له بيست سواء كوبي بيست كوبي او بيست ريفاكتور كوبي. الافضل تستخدم ريفاكتور ليش لانه ما اعمل ريفاكتور بقول لي يعني كلاس الامبلوي اللي كان بالدرس الماضي راح احطه هون ضمن باكج ضمن البروجكت اللي فيه الباكج ايش اسمها بدل لسن 14 ايش بحط لي اياه لحاله 15 قال له اعمل ريفاكتور هيو صار عندي هون انه هون شو حط له لسن 15 او دي كذا كذا. واحد بيقول له طب لو عملت له بيست كوبي بقول له اذا عملت له بيست كوبي بتاخذ اللي هو اسم الباكج تبعك مشروعك اللي هيها هون هذه بتاخذ هاي كوبي وبتعملها بايدك هون ايش بيست بتعبيها على الامبلوي بس خلص بصير هذا الامبلوي يتبع للباكج الحاليه تبعتك. فهمتوا كيف نعيد استخدامهم يعني بس عمليه كوبي وبيست واعاده تسميه اسم الباكج عشان يشتغل معها. هاي اسهل طريقه. في ناس بيحكي لك ابني ملف جار فايل هاي قصه ادفانس شوي. ها بنسويهاش عشان كلاس بنسويها عشان مشروع كامل بتربط باكج مع باكج بنعمل جار فايل وبنخليهم يرتبطوا مع بعض. هذا ادفانس خليه لقدام بركي يعني شرحها لكم. طيب هلا صار عندي كلاس امبلوي موجود في الليسن 15 تبعي فيش داعي ارجع اطرمش فيه ولا شيء. كل واحد يقول طيب تعال يلا نرجع هون. هلا انا عامل كلاس اسمه امبلوي فبدي اعمل اري اوف امبلويز يعني اري تحمل اوبجكتس. هلا حكينا عشان اعرف اري بنعرف الداتا تايب واسم الاري وتساوي نيو داتا تايب وحجمها. هلا انا ما بدي اعرفهم لا كانتجر ولا كسترينج. طلع شو بحكي للجهاز بقول له في عندي امبلوي اي ار ار بهذا الشكل يعني عندي اري اوف امبلويز اري اوف امبلويز وتساوي نيو الداتا تايب نفسها لو نيو امبلويي وقديش حجمها كم موظف بدها تحمل لي 5. هلا واحد بقول لي حلو يعني هلا هاي شو معناها هاي عشان بس للفهم عشان تتخيلوها هاي كيف تتخيلها في الرام. صار في عندك اري هيها اي ار ار فيها 5 خانات من 0 ل 4 ما هي الاري اندسيز وفاليوز 5 خانات فيها مش 5 اوبجكتس فيها 5 ريفرنسز مهيئين يأشروا على كم من اوبجكت على 5 اوبجكت. فالأري من نوع employee هي لا تحمل 5 employee هي تحمل 5 references هذول الأسهم هي references مهيئين هم يأشروا على كم object 5 objects من نوع إيش employee. تمام يا شباب اللي عنده أي استفسار عنده أي شيء يحكي لي والله أنا مثلا هاي مش عارفة يفتح ما يقول لي مش فاهم. هيك أنا حجزت employee حجزت أري اسمها ARR مهيئة إنها تأشر على 5 objects مهيئة إنها ما حكيت إنها تؤشر على 5 أوبجكتس مهيئة إنها تؤشر على 5 أوبجكتس عشان أنا أشرح نقطة كتير مهمة. طيب بقول واحد حلو هاي عرفت أري زي ما كنا نشتغل في الون دايمنشن الأري هلا عرفت أري فاضي ما فيش فيها بيانات يعني مبدئيا فيش فيها إلا 5 ريفرنسز بدي أصير أعبي. هلا دائما إحنا في المين إذا بدي أعبي أري الأفضل حكينا ننظم شغلنا كيف ننظمه نعمل ميثودز. هلا أنا في المين فراح أحكي له بابليك ستاتيك المين لكل الباكج تبعتي في مين كلاس واحد مشترك لهم كلياتهم نفسهم واحد عشان هيك بنحط كل ميثود المين ستاتيك. هون بدي اسميها هاي فيل طبعا فويد هي ما بترجع شيء اسمها فيل اري لانه الاري ترجع باي ريفرنس. هلا اذا كتبت زي هيك غلطت غلط بسيط مين بيقول لي شو غلطت هون مين بيعرف شو غلطت هون اللي كانوا مركزين معي في الون دايمنشن الاري. هلا هاي الميثود ما بتقدر تشوف الاري الا اذا ايش سوت استقبلها تعبيتها هات من جوا انت اري
فهون لازم احكي له انه راح تستقبل انت امبلوي اي ار ار، راح تستقبل الري الامبلوي عشان تقدر تعبيها، لانه الري عرفتها في المين ما بقدر اعبيها هون الا اذا استقبلتها. يعني بمعنى اخر يعني لما اجي استدعيها هاي الميثود بدي اكون قايله هيك في الري، وايش ابعث له مع في الري الاي ار ار تنبعث للميثود، الميثود تقدر تتعامل معها. طيب كيف بدنا نعبي؟ او قبل ما نعبي هاي رساله توضيحيه عشان نفهم احنا مع بعض، سيستم دوت اوت برنت لاين مثلا هون عشان لما نعمل رن نبلش هاي ميثود في الري بهذا الشكل. بحب التنظيم انا بهذا الشكل، هاي حطيت هاي رساله توضيحيه. كيف بدي اعبي الري؟ الري لما بدك تعبيها بدك تعبيها ككل، فبتعمل فور لوب، فور انت الاي تساوي من اول خانه صفر لحد الاي اقل من ARR dot length، يعني لحد من صفر لأربعة اللي هم خمس خانات، من صفر لأربعة مش لخمسة، لحد الأربعة لأنه أقل من خمسة هي الأربعة. الآي بلس بلس هذا لوب بيمشي من أول خانة لآخر خانة في الأربعة. لهون انتبهوا معي منيح، بالون دايمنشنال الأري أيام زمان كانت الأري تحمل فاليو واحدة، يعني كل خانة من الأري تبعتي هون الفاليو كانت قيمة واحدة. هلأ هون الفاليو هي ريفرنس يؤشر على أوبجكت، الأوبجكت فيه كم من قيمة؟ ثلاثة. لما أعبي كل خانة من الأري المفروض أعبي بكل خانة ثلاث قيم، الأولى للنمبر، الثانية للنيم، الثالثة للسالري. فكل لفة في اللوب لكل عنصر من عناصر الأري تعبي ثلاث شغلات، نمبر ونيم وسالري. فكل واحد حلو. هلا هون بحب أنا أحط رسائل توضيحية. هاي سيستم دوت أوت دوت برينت لاين مثلا انتر انتر عشان وإحنا نعمل رن نميزها، سوري انتر انتر امبلويي employee وطلعوا بالله عشان احنا نميز واحنا بنشتغل. بدي اقول له هون الاي بلس واحد يعني كترتيب، هذا الموظف الاول، الموظف الثاني، الموظف الثالث. واحد بيقول لي ليش حطيت هون اقواس؟ اذا ما حطيت اقواس بصير انه الاولويه اول شيء زائد الاولويات للزائد، عندي اثنين زائد الاولويه للزائد على اليسار، فبدمج انتر امبلوي صفر وبدمج له واحد، فانتر امبلوي 01 بعدين انتر امبلوي 11 انتر امبلوي 21. احنا ما بدنا هون عملية دمج، هون بدي اول اشي اعطي اولوية للجمع انتجر مع انتجر، لو زدت على الاندكس ببلش من صفر، فزدت صفر زائد واحد بصير واحد، بعدين لفة الثانية بصير واحد زائد واحد بصير عن اثنين. انا اورجيكم التسلسل مين الموظف اللي وصلنا عنده. هون باجي بقول له مثلا اول اشي ادخل له النمبر، هون بقول نمبر. حطيت رسالة توضيحية، خليني اوسع الشاشة عشان تشوفوا معي. رسالة توضيحية توضح للمستخدم انه دخل مثلا رقم الموظف الاول، دخل رقم الموظف الاول، هي اول شيء. بعدين بدي كمان رساله توضيحيه، دخل اسمه وراتبه، هون بدي اقول له نيم، هون بدي اقول له ايش سالري. الذكي دائما بيستخدم الكوبي بيست عشان ينظم شغله. هلا لما بدي اجي اقرا الاسم، لما بدي اجي عفوا اقرا الرقم، كنا زمان مثلا كنا معرفين الامبلوي اسمه اي 1، كنت اقول له اي 1.6 مثلا النمبر بكذا كذا كذا. طبعا هو ما اعطانيش اقتراحات لانه فيش عندي اي 1. هلا فيش عندي اي 1 واي 2 واي 3، عندي اي ار ار اوف الاي الحاليه دوت 6 مثلا النمبر، 6 النمبر بقيمه قارئ. طبعا اوريدي انا معرف قارئ، يعني هي هون انبوت دوت النمبر انتجر دوت نيكست انتجر. ايش بحكي له هون؟ نيكست مين؟ او خلينا نعرفها نيكست اي نيكست انتجر، هاي نيكست انتجر. بعدين عشان اقرا الاسم بدي اقول له اي ار ار اوف الاي دوت 6 النيم، ست النيم هاي النيم هون، بدي اقول له input dot next. والله هون خلينا اسال شغلة عشان اشوف فاهمينها ولا لا، واورجيكم مشكلة بتغلب فيها ناس حتى محترفين في البرمجة بتغلبوا فيها، بصير يتلاعب في النظام عشان يحلها. هلا شو الفرق بين لما اجي احكي input dot next زي هيك ولا، او يعني عشان تفهم علي بالله، مثلا هاي داخد هاي كوبي، شو الفرق بين هدول الثلاثة؟ هاي بيست وهاي بيست. الأولى أحكي له دوت كاركتر أت زيرو مثلا، وبين نيكست وأجي أقول له هون، طبعا هو اعترض لأنه سترينج كاركتر أت زيرو بتقرأ إيش حرف، وهون بين لما أجي أحكي له نيكست لاين بهذا الشكل، نيكست لاين ال كابيتال طبعا دبلها. شو الفرق بين هدول الثلاثة؟ بين هاي وهاي وهاي، هدول بستخدمهم لما بتعامل مع السلاسل الحرفية أو الأحرف. input dot next تقرا لحد اول كلمه، يعني واحد بيقول لي كيف يعني لحد اول كلمه؟ لو كتبت الاسم باسم العكش، لما احكي له input dot next مش راح يقرا باسم العكش، راح يقرا بس كلمه باسم. لو حكيت له input dot next character at zero يعني اقرا اول خانه من السترنج اللي انكتب اللي هو بيقرا حرف البي من اسمي. بينما input dot next line شو بيقرا؟ بيقرا السطر كامل.
فلما بدك تقرا اسم من عده مقاطع شو بتحط له؟ نيكست لاين. فانا بدي اتيح للمستخدم انه لما يدخل اسم الموظف ما يدخله من مقطع واحد، انما يدخله قد ما بده من مقطع مقطعين ثلاثه، يعني قد ما كتب قد ما اقرا. فانا عشان اقرا اسم الموظف كامل ما بدي احكي له نيكست كاركتر ولا نيكست، ايش راح احكي له؟ نيكست لاين. وهلا بدي اورجيكم مشكله بتواجهنا فيها هاي، وبيعجزوا كثير من الناس حتى اللي لهم فتره طويله بالسوق بيعجزوا يحلوها. بدي اورجيك كيف تحلها انت على خير. طيب بعد ما قرأت هاي الاسم فعرفتوا ليش حطيت next line، يعني عشان أقرأ بغض النظر كتب مقطع واحد مقطعين ثلاثة يقرأها. وهلا راح تواجهنا مشكلة بس أبلش أقرأ يعني. طيب وعشان أقرأ الراتب تبعه بقول له ARR of zero أو of i عفوا dot اللي هي set the salary، اضبط الراتب. الراتب بيضبطه بإنبوت dot next double، لأنه الراتب إيش حطيناه؟ double زي المرة الماضية. أو خلينا نقربها next b هاي next double. تمام. هلا هي الفقره ثلاث قيم لكل موظف. هلا لحد هون في عندي مشكله، واحد بيقول لي شو هي المشكله؟ هلا طلع شو عشان اشرح لكم المشكله اللي بتصير عندنا. هلا انا ما بحكي بس عن نيكست لاين، هلا اللي هون قاعد بسويه انا هاي عشان تفهم معي. اطلع فوق قبل ما ابلش اقرا بدي افهمكم شغله. هلا في البرمجه لما تقول عندي امبلوي اسمه E1 وقفت، هاي انت ما انشات اوبجكت، انت ايش انشات؟ انت انشأت ريفرنس فاريبل اسمه E1، يعني انت عملت مؤشر في الذاكره اسمه E1 لسه لا يؤشر على اوبجكت. امتى هذا الريفرنس بصير يؤشر على اوبجكت؟ لما تحكي له تساوي نيو ايش؟ نيو امبلوي، سوري بتزيد هاي هون اجي احكي له هاي هون نيو ايش امبلوي بهذا الشكل، وتستدعي احد الكونستراكتورز، واحد الديفولت او البارامترايز. هلا الاوبجكت لا يتم انشاؤه الا لما ايش تسوي؟ الا لما تعمل كلمه نيو امبلوي، يعني تستدعي احد الكونستراكتورز يا الديفولت يا البارامترايز. هيك هاي قاعده عندك. هلا واحد بيقول لي طيب طلع هلا شو بصير عندي مشكله لما استدعي في الاري؟ بقول لي شو هي المشكله؟ طلع اي اف 6 هاي بلشت، لاحظ انه هاي استدعينا مثل في الاري وبلش بده اياني اعبي بيانات مين الموظف الاول، دخل لي رقم الموظف الاول. فاجيت قلت له الموظف الاول رقمه مثلا 15 وكبست انتر، مباشرة طلع لي exception، في عندي خطأ، هذا خطأ مش syntax، هذا logical error. شو قال لي الايرور؟ null pointer exception. واحد بيقول لي شو يعني null؟ null شو يعني null يا شباب؟ يعني إشي مش موجود. فأنت قاعد بتعبي ال 15 بإشي مش موجود. واحد بيقول لي كيف؟ ما احنا أنشأنا array. ما احنا هون بقول له اه، واللي هون احنا قاعدين نروح على الـ ARR of i بنقول له عبي الـ i أول لفة بتكون صفر، يعني ARR of 0 عبي الرقم. هلا هون الغلط اللي احنا وقعنا فيه شو هو؟ هلا فعليا انا لما انشات الاري انشات فيها خمسه ريفرنسز، انا هدول راسم لكم اياهم، هدول اللي هون هدول الخمسه اوبجكت، هدول راسمهم بس عشان انت تتخيل. فعليا لما انشات الاري هيك اكزاكتلي انا انشات اري فيها خمسه ريفرنسز بس ما في ولا اوبجكت. فانت هلا صرت تقول له روح على الاي ار ار وفي الزيرو هيها، روح على الريفرنس فاريبل هذا وروح عبي. طب ما في عندي اوبجكت اعبي فيه، ما في عندي اوبجكت اعبي فيه، فبرفض. فبقول لك انت قاعد تعبي اللي هي 15 قبل شوي بنعبيها في النمبر تبعت الاوبجكت. طب ما في عندي اوبجكت اعبي فيه، فعشان هيك قال لي نل. في انت واجهت مشكله نل، انا ما في عندي اوبجكت اعبي فيه. فلما بدك تعبي الاري طلع شو بدك تسوي قبل ما تبلش تعبي بعناصر الاري. هلا هون انا عندي اري تحمل خمسه ريفرنسز، هلا كيف بدي اخلي هذا الريفرنس ينرتبط مع اوبجكت؟ بقول له قبل ما ابلش اعبي بقول له ARR of i الحاليه عند اول لفه بتكون صفر، يعني ARR of 0 تساوي نيو امبلوي، تساوي نيو ايش؟ امبلوي على ديفولت كونستراكتور ما تخليه. رح تقول لي شو معنى هاي؟ هلا بالمين لما عملت هاي الاري هاي الاري، يعني الاري فيها خمسه ريفرنسز لا تؤشر ولا على اي اوبجكت. هلا لما صرت جوا الميثود هاي اقول له روح على ARR of 0 الريفرنس اللي بالموقع 0 اربطه مع انشي اوبجكت جديد اسمه امبلوي على ديفولت كونستراكتور واربطه مع الموقع 0. بعدين بلف اللفه الثانيه بتصير الاي واحد، انشئ اوبجكت جديد اسمه امبلوي على الديفولت كونستراكتور واربطه مع الموقع واحد، بعدين موقع اثنين ثلاثه اربعه خمسه. فبتم يعني عند لحظه التعبئه هذا اعمل هون كنترول زد عشان ارجعهم، بتم انشاء خمسه اوبجكتس بلحظه تعبئه كل اوبجكت. يعني عند اول لفه هذا بكون منشئ على الديفولت كونستراكتور زي ما عملنا امبارح سالب واحد النون النون بهذا الشكل، وقديش راتبه بكون 400. هلا بعد ما ينشئوا هون صار في عندي هذا الاوبجكت. فهلا لما اجي هون اقول له انتر امبلوي كذا كذا بسمح لي لانه صار في عندي اوبجكت فبيقدر يعبي فيه. صار الريفرنس فاريبل هذا السهم الاول
يؤشر على كتلة، فهاي الكتلة إلها نمبر، إلها نيم، إلها سالري. قبل ما كانت هاي الكتلة موجودة، هذا الأوبجكت ما كان موجود، فبالتالي كان يقول لي نل، ما في عندي إشي عبي جواته نمبر أو نيم أو سالري. فلاحظوا هلا هون، ها لو رجعت هون عملت F6 هلا، بس أجي عبي مثلا قلت له الموظف له رقمه 15. هلا لاحظوا ملاحظة بسيطة اللي هي هلا، وأنا سمح لي أرخل يعني، لاحظت إنه سمح لي أرخل. هلا input the next line اللي هي النيم، شو سوى؟ فشع عنها. واحد يقول لي ليش؟ يعني فشع عن النيم وقال لي دخل الراتب، فقلت له الراتب وأنا مثلا 500. أجل على الموظف الثاني، قلت له الموظف الثاني رقمه مثلا 20 مجازا، انتر، برضه فشع عن النيم، ليش؟ هلا هاي البق اللي بحكي لكم عنها اللي بيعرفش كثير من الناس حتى اللي بيشتغلوا بالسوق بيعرفوش يحلوها. هلا لاحظوا انه هاي بلشت اقرا بس صارت عندي مشكله عندي النيم، ليش؟ لانه انا حاطط له انبوت دوت نيكست لاين. هاي بدي اوقف هذا الرن. في حدا عنده سؤال قبل ما ابلش اشرح الانبوت دوت دوت نيكست لاين هاي كيف نحلها؟ في حدا عنده سؤال؟ يعني انت دائما قاعده لما بدك تعبي اري اوف اوبجكتس لازم، هلا انت لما تحجز الاري انت حجزت اري فيها خمسه ريفرنسز مش خمسه اوبجكتس، خمسه ريفرنسز. هلا الريفرنس لا يعتبر اوبجكت الا اذا، او لا يرتبط باوبجكت الا اذا عملت له استدعاء للكونستراكتور. فاحنا عندي في الاري لازم قبل ما ابلش اعبي اي ريفرنس في الاري تبعتي اربط الريفرنس فاريبل هذا مع اوبجكت، بعد ما اربطه مع اوبجكت بصير اعبي الداتا تبعته. طيب ايش اسئله؟ طب اكمل. هلا هون شو المشكله اللي بتصير؟ هلا هاي المشكله بيحجزوا كثير من الناس يحلوها. شو بيضطر يسوي؟ بيضطر يروح يعدل في كلاس ويعمل الاسم من ثلاث مقاطع، first name وmiddle name وlast name. طب إذا بدي إياه من أربعة بصير أربعة أو خمسة، وبصير إجبار اليوزر يدخل اسم أول وثاني وثالث ورابع، هيك بحلوها. طبعاً هذا الحكي مرفوض، مثلاً أنا حر، أنا بدي أدخل زي ما بدي، أنا اللي بدفع مصاري وطلبت منك، قلت لك حر، أنا ممكن أدخل مقطع واحد، ممكن مقطعين، ممكن ثلاثة. فبصير هو إيش يسوي؟ بصير يدمجهم بسترينج واحد، يقرأهم مستقلات مش كأوبجكت، ويدمجهم مع بعض. في حل أذكى من هيك. هلا المشكلة اللي بتصير ليش بفشق عن النكست لاين خلال اللوب؟ هلا input dot next integer هاي شو معناها للجافا؟ اقرأ القيمة اللي دخلتها على الشاشة كانتجر. هلا مثلا عند أول موظف أنا كتبت هيك 15 وبعدين كبست وراها enter. هلا خلال اللوب في بق في الجافا نفسها إنه input dot next integer تقرأ فقط ال 15 ويتبعها الانتر، الانتر تبعتك backslash n، الباك سلاش ان اللي هي انتر تعادل الانبوت دوت نيكست انتجر، بتقرا ال 15 والانتر تبعتك تغدى تلقائيا للنيكست لاين. هذول الجيران ذبحونا في وعدكم الكلب تمام. فال 15 تليها انتر، مش اليوزر بيكبس انتر، فالانبوت دوت نيكست انتجر بتاخذ ال 15 والانتر تبعتك تلقائيا السكانر بزودها للنيكست لاين، فيعتبر الاسم فاضي. فكان لما اعمل رن وعبي، مجرد ما اعبي 15 بس انتر يعتبر اني عبيت قيمتين. هاي بق في الجافا. شو حلها؟ هاي بتصير لما تحط النكست لاين في لوب ويسبقها ادخال اي قيمه. حلها بكل بساطه، هاي ان شاء الله على خير بتذكرون فيها بالسوق، راح يتفاجئ كثير من الناس بحلها البسيط. هلا اوريدي انا بس ادخل قيمه انتجر راح اكبس وراها انتر، فالانتر تبعت النكست انتجر بدي اياها تروح. فشو بحكي للجافا؟ بقول له خلي الانبوت دوت نكست لاين ثانية هون next أو ها next اللي خلينا نقربها، خلي في عندي قارئ يقرأ input dot next line اللي هي بس أكبس 15 وانتر، يأخذ ال next integer تأخذ ال 15 والانتر مين يأخذها؟ مين يعملها adjust يهضمها أو يستقبلها؟ next line فاضي بتقرأ تأخذ هاي، ما بتروح لهاي، بيجي بكمل هون بيقرأ الاسم كامل يعني طلعوا ها هاي الستة. لا بس عمل رن موظف رقم الأول مثلا رقمه 10 بس انتر. هلا الانتر تبعت العشرة اخذتها الانبوت دوت نيكست لاين الفاضيه اللي هي هاي. كانت المشكله انه الانتر بعد الانتجر تروح لهاي، احنا ما بديها تروح لهاي، انا خليت هاي تهضم الانتجر يعني تستقبلها. هلا اجت نيكست لاين جديده، فهلا اجيت قلت له انا باسم العكش على سبيل المثال وبلا بلا بلا، هاي عبيت قد ما بدي. هلا وات ايفر شو كتب اليوزر وكبس انتر بيعتبر كل هذا الاسم. هاي نقطة حلوة إنه أنت تعرفها بالسوق، في كثير ناس بيعجزوا يحلوا هاي، كنت عرفت تحلها. مثلا راتبه، مثلا لو اجيت قلت له هون راتبه 150 عشان أذكركم، لما أكبس إنتر بيعترض على الراتب، بقول لك الراتب يجب أن يكون أكبر من 400 زي ما حطينا في كلاس الإنتوية، فأجيت قلت له لا والله عمي 500، كمل، يلا الموظف الثاني قلت له رقمه 900، بيعترض على الرقم اللي هو سويناه في الكلاس بين 1 و100، فبقول له لا يا عمي راتبه 50، رقمه 50، اسمه بلا 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 بل
باخذ. طيب قديش راتبه؟ راتبه 600 دينار. طيب يلا الموظف رقم 3 رقمه 60 على سبيل المثال، اسمه بس علي مثلا بكتب بس من مقطع واحد بصير عادي. الانبوت دوت نيكست لاين وات ايفر شو كتب اليوزر، حرف كلمه جمله لاخر السطر لحد ما يكبس انتر بستقبل الاسم. الراتب تبعه مثلا 700. الموظف الرابع انا حطيت هذول الارقام 2 3 4 عشان نميز مين قاعدين نعبي فيه. مثلا موظف رقم رابع، الرابع رقم 80 اسمه كواوا، هاي كتبت ايفر شو اسمه. قديش راتبه؟ راتبه مثلا 1533 قرش عادي باخذ. الموظف الاخير اللي هو الخامس رقمه مثلا 100 اسمه بلا 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 بلا، هاي عبيته وهي راتبه مثلا 880 دينار و22 قرش. خلاني اعبي كم موظف؟ 5. فانا الفكره هون في الاري اوف اوبجكتس اللي بدي اياكم تفهموا، اول شيء بدك تعبي الاري دائما الاري نفس ال1 دايمنشن الاري العاديه، بدك تمشي لوب من اول عنصر لاخر عنصر. بالاري اوف اوبجكت دائما بدك تعمل كونستراكت للاوبجكت قبل ما تعبيه، وهي اللي حطيت لكم اياها بملف الشرح، انه هون دائما ريمبر افتر كرييتنج ان اري اوف اوبجكتس، دائما بعد ما تنشئ اري من الاوبجكتس بيفور ستارت فيلينج اتس اوبجكتس، قبل ما تبلش تعبي الاوبجكت تبعتها يو ماست كول اوبجكت ذا اوبجكت كونستراكتر، يجب ان تعمل كونستراكت او تستدعي تبني كتله الاوبجكت عشان انه تتاكد ان الاوبجكت از كرييتد. هاي كلمه لما تحكي الاري تبعتك تساوي نيو مثلا امبلوي ARR يساوي نيو امبلوي، انت انشأت اري تحمل 5 ريفرنسز وليست 5 اوبجكتس. هلا كل ريفرنس عشان يصير يؤشر على اوبجكت لازم عن كل ريفرنس تحكي له نيو وتستدعي كونستراكتر، بالعاده احنا بنستدعي الديفولت كونستراكتر. وصلت هاي الفكره يا شباب؟ في حدا عنده سؤال شيء؟ طب اكمل. اذا في عنده حدا سؤال يسال. فهلا هي حبيت الاري تبعتي حلو. طيب زي الون دايمنشن الاري بدي اطبع الاري تبعتي. هلا الاري هاي تحمل اوبجكتس، الاوبجكت مش قيم واحده، الاوبجكت ثلاث قيم. تعال علمك شغل حلو بروفيشنال ويكون شغلك مرتب ويستقبلوك الناس بالسوق، يصير يقول لك اه والله هذا بفهم دائما تعاملوا معه. فبتعمل هون ميثود تطبع الاري تبعتي بابليك. احنا في المين، في المين دائما الميثود ستاتيك، فويد لا ترجع اي شيء، برنت اري، تعمل مثل تطبع الاري. بس هلا هاي مش اري عاديه، هاي اري اوف اوبجكت. فراح اقول له هاي الميثود راح تستقبل الاي ار ار من نوع امبلوي من المين وتطبعها. تعال اورجيكم شغله هلا حلوه حلوه. كل واحد طب كيف تطبع الاري؟ طبعا هاي هون كرساله توضيحيه سيستم دوت اوت دوت برنت لاين مثلا برنت اري. تعال اعلمك شغله للديبجنج حلوه. كل واحد طب كيف تطبع الاري؟ بتطبع الاري بتعمل فور لوب واللي حلو، بعدين ده بلش انت الاي تساوي من اول موقع في الاري لحد الاي اقل من الاي ار ار دوت لينث الاي بلس بلس بهذا الشكل بيجن وهي انت بهذا الشكل. كل واحد طيب تمشي اللي بيمشي على عناصر الاري، كيف تطبع الاري؟ كل واحد بكل بساطه بنحكي له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، من عندي ميثود تو سترينج بقول له بقدر احكي له هنا اي ار ار وفي الاي. هلا هاي اي ار ار وفي الاي شو تعادل اي ار ار وفي الاي دوت سترينج اوتوماتيكلي من الجافا. فبقول له طب حلو، طب ورجيني اياها. تعال اعلمك شغله عشان لما تعمل ديبج تصير تشوف نتائج شغلك على السريع. واحد بيقول له كيف يعني؟ هلا انا هاي الميثود تطبع عناصر الاري باستخدام ميثود تو سترينج. هلا هاي دومين دوت تو سترينج. هلا اول ملاحظه مثلا تطبع الاري، فبحكي في الاري بعدين بحكي له هون استدعي برنت اري. هلا طلعوا بلا معي لو بعمل اف 6 هلا عند كل رن تصير اضطر اعبي معلومات 5 موظفين، كل موظف له 3، يعني كم قيمه عند كل رن راح اعبي؟ 15 قيمه عشان اشوف ناتج الطباعه. طب مثلا انا قاعد بنسق الطباعه بجوز اعمل رن لبرنامجي 100 مره، معقول كل شوي اقعد اعبي 15 قيمه؟ ايش حل اذكى؟ انا اورجيك شغله حلوه. هلا بقدر اصير اعبي، انا اصير كيلو واحد مثلا بلا 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 واعبي وكذا وكذا واقعد اشتغل بصير، بس راح اضل ادخل 15 قيمه عشان اشوف ناتج الطباعه. ايش حل اسرع من هيك؟ طلع شو بدي اسوي؟ توقف الرن. اي وقفته علمك اياها هي لك لا ديبجنج. هلا بدل ما تضلك كل شوي تستدعي في الاري طلع شو بدي اسوي. بدي اقول هون للتستنج، هذا بس للتستنج عشان اشوف ناتج الطباعه، بصير اقول له اي ار ار اوف زيرو تساوي نيو امبلوي اللي واحد ار بنصبر ثاني. مثلا الموظف الاول بحط رقمه 10 وشو اسمه سوري خليني اشطب هاي شو اسمه. بدي اقول اسمه باسم العفش على سبيل المثال بهذا الشكل. قديش راتبه؟ والله راتبه مثلا انا مسخم، خليني ازيح والله الزوم عشان تشوف معي. مثلا انا راتبي مثلا نحكي 400 دينار على الحد الادنى،
400 دينار و11 قرش مجازا. تمام هيك عشان ما ضلك تعيد بالادخال. ايوه عشان ما اضل نعيد بالادخال عشان بس اعمل تيستينج. طلع بالله يا محمد هاي 2 3 4 هاي 5 لانه انا الاري عندي تبعتي كم موظف فيها 5. هلا هون شو بدي اقول له؟ بدي اقول له الموقع سوف يحط فيه هذا الموظف موقع 1 موقع 2 موقع 3 موقع 4 عشان مش كل ما اجي اعمل رن واعمل ديبج اقعد اعبي 15 قيمه عشان اشوف الاوتبوت. لا عبيت الاري مثلا ب 5 اوبجكتس جاهزات هي هذا مثلا 20 30 40 هي 50 مثلا هذا مثلا بسميه مثلا هاي سوري هاي هون هاي هون مثلا هذا للتستنج بس احنا بنعمله بس اخلص بشطبهم. هاي منى مثلا طلال طلال مثلا بهذا الشكل. هاي هون مثلا بقول علي احمد مثلا ياسر وات ايفر. وهون مثلا احكي راتبها هاي 600 او 900 هذا راتبه مثلا 722 دينار بهذا الشكل. هاي هون مثلا خلينا نجي نحكي هاي هاله هلا مثلا اسعد اسعد على سبيل المثال. وهي هون راتبها مثلا 2500 ليره او 25 او هي لا 2500 بلاش 25000. وهي هون مثلا هاي نقول روان بلاش نقول متحيز للشباب هاي روان محمد اللهم صل على سيدنا محمد. وهي راتبها مثلا 1500 دينار مثلا 33 قرش. هلا شو استفدت هون؟ هدول عبيتهم مؤقتا مؤقتا عشان مش كل ما اعمل رن اضطر بايدي اعبي الفيل اري، انما اوتوماتيكلي حجزت الاري اعبيها بالقيم هاي ما بضطر اعبي انا بالكيبورد. هدول بحطهم للتستنج يعني عبيت الاري تبعتي بداتا للتستنج. فهلا بس اعمل اف 6 ما طلب مني اعبي، انما شو سوى؟ طلع شو سوى؟ برنت اري طلع لهي الموظف الاول باسم وحسب لي له تاكس ونت سالري، بعدين الموظف الثاني هيو لحد هون، الموظف الثالث الرابع الخامس. هذا للتستنج بدل ما تقعد يعني انت عملت كود يعبي الاري. نعم صح. هلا كل ما بدي اعمل تيست لبرنامجي وانا قاعد بطور فيه مش كل شيء قاعد اعبي 15 قيمه. طب لو كان عندي 100 موظف يعني اعبي 100 موظف مش منطق. فاحنا بنعمل قيم مبدئيه للاري تبعتي بهذا الشكل بس للتستنج. مجرد ما خلصت التستنج هدول شو بسوي فيهم الخمسه؟ بشطبهم وبرجع على الفيل الاري بفعلها. هلا اعلمكم شغله حلوه بالسوق. تيجي تسلم واحد نظام يطبع تقرير زي هيك عن موظفين بقول لك روح روح. طب شو هذا؟ شو هذا هبل هذا؟ شو كيف بدي اميز كل موظف عن الثاني؟ فبنط واحد بقول لي حط لي هون شحطات بين كل واحد والثاني بصير؟ بقول له بصير. بس العرف العرف في الانظمه مثلا لو نظام مالي نظام مشتريات انه لما بدك تطبع تقارير تطبع كجدول. جدول بيطلع فيه مثلا العمود الاول رقم الموظف، العمود الثاني اسمه، العمود الثالث راتبه الاساسي، العمود الرابع مثلا ضريبته، العمود الخامس صافي راتبه. لازم تعمل قوائم مرتبة مش زي هيك. هلا تو سترينج بتزبط لما بدك تطبع مثلا معلومة موظف واحد انه تفصل له تعليماته كل معلومة بسطر بس اذا تطبع قائمة بكل الموظفين لا تشتغل تو سترينج. ولا انا علمك شغلة حلوة. هلا انت هدفك وانت تشتغل اوبجكتس هدفك تحط اوبشنز في كلاسك. هلا هاي عشان يحلوها الناس بده يضطر هو يجي هون على برنت اري يصير هو ينسق الطباعة. عنده خمس معلومات اللي هي الرقم والاسم والراتب والضريبة وصافي الراتب. هو ينسقها بصير بصير انه هو يقعد يكتب هون كيف ينسقها. طيب انا بدي اكون اذكى من هيك، انا بدي احط اوبشن في كلاسي مش في المين، في كلاسي انه هي جاهزه ما عليك الا تستدعي على الامر وهو بيجيب لك البيانات المنسقه عشان تطبعها او بيطبع لك البيانات جاهزه. يعني عشان تفهموا علي طلع شو بدي اسوي شغله حلوه علموها انتم. بدي اروح على كلاس الامبلوي. الكلاس الامبلوي عشان يقدر يطبع معلومات كل موظف دفعه واحده عملنا له احنا المره الماضيه شيء اسمه string. طيب هلا طلع شو بدي اسوي؟ بدي اعمل two methods. واللي واحد طيب انا بدي اطبع قائمه، القائمه دائما فيها شغلتين، في لها header ترويسه تمام وفي لها داتا. الداتا كل سطر يمثل موظف. فبقول واحد طيب هلا الترويسه لكل الموظفين ثابته، يعني كل الموظفين لما اجي اطبعهم بهذا الجدول تبعي كل موظف راح يكون له نمبر والترويسه تبعته، يعني نمبر نيم تاكس نمبر نيم بيسك سالري تاكس نت سالري ثابته للكل. اطلع شو بدي اكتب هون بابليك ستاتيك. انا جوا الكلاس مش جوا المين، جوا الكلاس ستاتيك. واحد يقول لي ليش حطيتها ستاتيك؟ لانه الترويسه لو بطبع المعلومات لاي موظف بدي احط دائما ترويسه معه، الترويسه دائما ثابته للخمس موظفين كلهم. ترويسه جدولهم لما اجي اطبعهم كجدول راح يكون نمبر نيم سالري بيسك سالري وتاكس ونت سالري. بدي اعلمكم اليوم شغله حلوه حلوه اذكركم فيها للي اخذوها وللي ما اخذوها كمان يعرفوها. هون اطلع شو بدي احكي فويد. هاي ما بترجع ولا شيء انما هاي بس بتطبع. مثلا بدي اسميها عشان التمييز برنت
مثلا تيبل، مشان بطبع النتائج كتيبل كجدول كقائمه، تيبل تايتلز عناوين الجدول. كل واحد طيب هلا بتفهم علي. هلا عشان اطبع عناوين جدول بطبع جدول وانسقه اعطي ابعاد. فكل واحد طيب شو بدي اصير احكي هون؟ هلا اخذتوا انتم عشان تطبعوا في عندكم ثلاث اوامر، في سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، اطبع البين دبل كوتيشن وانزل سطر، او سيستم دوت برنت لاين اطبع البين دبل كوتيشن وخليك على نفس السطر. اليوم برجع اذكركم بالبرنت اف. انا هاي شرحتها لطلابي في مبادئ البرمجه، في حدا ما بيعرف شو هي البرنت اف؟ برنت اف اللي هي برنت فورماتد، يعني اطبع بشكل منسق، هاي جاهزه في الجاب عشان تنسق الابعاد تبعت الطباعه. واحد بقول لك كيف؟ تعال افهمكم اياها فيلمين قبل ما ابلش هون، ثواني عشان افهمكم اياها للي بيعرفهاش. هاي ارجع على المين بروجرام، خلينا بالله اهمش كل شيء مكتوب هون، هاي اهمش هذول. عشان اعلمكم على البرنت اف، هلا طلعوا بالله معي. هلا هون بدي ارجع كل الجهاز، سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، وهي من الشغلات المهمه ولازم تفهمها. برنت اف برنت فورماتد، برنت اف تستخدم معاها رموز خاصه، تعالوا نفهم معي. مثلا انا اول ترويس للجدول تطبع كلمه نمبر، تطبع كلمه ايش؟ نمبر. فبدي اقول للجهاز نمبر هو سترينج، وراح اقول له هنا بيرسنتج اس، تمام؟ اس سمول لتر، وراح اقول له هاي تتكون من 12 خانه فاصله فاصله. هنا اطبع معها كلمة number. واحد يقول لي مش فاهم، تعال فاهمك إياها. هلا كلمة system.out.printf print formatted راح تطبع S يعني string، بحيث إنه يتكون من 12 خانة. إحنا قبل كنا ننسق مثلا الإزاحات للنص من خلال backslash t الثابتة اللي هي 8. هلا هنا قلت له اعتبر إنه أنت بدك تطبع هلا string من 12 خانة، من 12 خانة، وعبي كلمة number في 12 خانة، واللي بزيد حطه spaces. number هي 6 أحرف، هي كم من حرف؟ 6. يعني عبي من 12 خانه 6 حرف، طلع كيف تطلع؟ اف 6. هلا لاحظ هون لما طبع نمبر، طبعا برنت اف ما بتنزل سطر، يعني هي عشان تشوف معي، هي نمبر، هدول اللي ظللتهم 12 خانه. نمبر اخذ 6 والست اللي زياده شو حطهم سبيسز. هلا بالعاده هدول بزيحوا لليمين، بقول لي واحد طيب بدي ازيحهم لليسار، بقول له عشان تزيح لليسار تقدر تقول له المحاذاه ناقص. يعني موجب 12 حادي لليمين ناقص 12 حادي لليسار، فطلعها F6 صار النمبر محاذى الكلمة لليسار 6 خانات، بعدين هم 12 خانة، عبيت النمبر كست خانات والزيادة عبيته إيش؟ spaces. شايفين كيف نسقتها؟ تقدر تحاذي يمين يسار. كمان إيش بقدر أسوي مثلا string للتذكير للي ما أخدوهاش أو للي أخدوها؟ إذا حطيت الـ S capital، اس كابيتال، بغض النظر شو كتب اليوزر هون، بس اعمل اف 6 رح تطبع كلمه نمبر بغض النظر شو كنت كاتبها ايش رح تطبع؟ كابيتال لتر. بينما الاس سمول، الاس سمول زي ما كتبت لك زي ما بتطبع. فانا زي ما كتبت لك كتبت لك نمبر، بس الان كابيتال والباقي ايش ماله؟ سمول. هاي طبعت النمبر. طب قول لي واحد حلو. طيب عشان تفهموا اكثر واكثر، هاي باخذ هاي بيست، كوبي وبيست، هاي كوبي كوبي، هاي داجي هون بيست. مثلا هلا بدي اطبع الاسم، فبقول هون بدي اطبع نيم، ايش بدي اطبع؟ ترويسه نيم، نيم اربع احرف. طب فعليا انا مثلا بدي احط النيم تبع الموظف، ممكن مثلا اسم الموظف مثلا نحكي لحد 30 خانه، فشو بقول له هون؟ بقول له عرض العمود الثاني بيكون من كم خانه؟ 30. يعني هلا دائما واحد بيقول لي كيف افهم برنت اف؟ البرنت اف انت استبدل بين البيرسنتج اس، بين بين المحطوط بين دبل كوتيشن، ما بين البيرسنتج والاس، استبدله بالمقطع الذي يليه، يعني استبدل كل هذا باللي بعد الفاصله، فمستبدل كل كلمه نمبر بالاس وبيكونها من 12 خانه محاذيات لليسار. هاي ببدل اللي بعد الفاصله اللي هو النيم بين البرسنتج اس وبين البرسنتج والاس وبحطهم من 30 خانه محاذيات. دكتور ما لكش صوت. هاي هلا هيك معلش سوري فصلت. ايوه هيك رجعت. هلا رجعت واضح صوتي، انا شبكت على موبايلي مش عارف ليش فصلت الفايبر. واضح تمام. واضح. هاي برجع بكمل على شير سكرين، هاي برجع شاشتي هون. هلا هون هي بالله عشان تشوف معي، هاي على النت بيز. هلا هون شو صار معناها هاي الجمله اللي انا كتبتها 30 اس نيم؟ يعني لما طبعتها هون هي على الاوتبوت، شوفوا كيف النمبر طبعه 12 خانه لحد هون، وهذا لليسار، النيم من 30 خانه وهذا لوين؟ لليسار. شفتوا كيف قاعد بقسم انا بترويس الجدول؟ مثلا هلا عشان تشوفوا معي، هلا هون بدي اجي هي هذا اللي هو الكوبي لهي،
مثلا بعد النيم بدي احط صافي الراتب اللي هو او عفوا البيسك سالري اللي هو الراتب الاساسي البيسك سالري. البيسك سالري طبعا واحد بيقول لي احطها مثلا البيسك سالري بدي اياها مثلا من 6 خانات. فبقول له منطقيا منطقيا لو حطيت 6 يعني شو يعني 6؟ طب ما هو هنا 6 خانات يعني هاي الكلمه اكثر من 6 اصلا اوريدي، هاي جمله اكثر من 6 فما بصير تحط منطقيا 6. يعني انا مثلا راتب يعني بطلع كلمه بيسك سالري بيسك 5 فراغ 6 سالري كمان 6 يعني 12 خانه، فناحيه جماليه يعني بقول خليه من 15 خانه. خليه من كم؟ من 15 خانه. فلاحظ انا لما اجي اعمل اف 6 سوري عفوا هاي هون اف 6 لاحظ هون هاي طبعا نيم بيسك سالري اعتبره لحد هون لحد 15 خانه وهذا لوين؟ لليسار. طيب شو ضل كمان اطبع معلومات؟ مثلا هاي داجي هون بيس مثلا تاكس انا هون او خلينا نجي نحكي هون بحط كلمه تاكس اي تاكس مثلا دائما يكون مرتب بالسالري مثلا بدايه كل كلمه كابيتال لتر التاكس مثلا 3 خانات وبحط من الارقام مثلا بحطه لانه كارقام راح يطلع مبالغ خلينا احطه مثلا 12 خانه مجازا طبعا بقدر اكبر زي ما بدي. واخر وحده بضل اللي هو نت سالري هون بحط ايش نت سالري بهذا الشكل اللي هو صافي الراتب بعد اقتطاع الضريبه احطه كم خانه والله مثلا بقول هدول نت 4 سالري 16 هيو 15 احطهم زي هيك. هلا واحد بيقول لي شو معنى هذا الكلام؟ هي ال 6 عشان تشوفوا معي هاي صغرتها طلع هاي الجدول تبعي شايفين كيف هذا تمسك هذا 12 خان العمود الاول العمود الثاني 30 العمود الثالث من هون لهون مثلا 15 حطيناه هذا حطيناه كمان اظن 12 عفوا البيسك سالري والله ما انا ذاكر اللي هو الارقام حطيناها شايفين كيف نسقت ترويجه الجدول بدل ما استخدم باك سلاش تي باك سلاش تي لحتى 8 خانات طب اذا عندي مثلا قائمه طويله بدي اغير فيها هلا هدول طلع شو بدي اسوي بدي اجي اعمل كت من هون انا حطيتهم في المين عشان اورجيك اياهم لما اعمل رن بدي ارجع على كلاس الام بي بدي اقول له حطهم هون لما تطبع ترويسه الجدول تطبعها والترويسه نمبر نيم بيسك سالري تاكس كذا كذا ثابته للكل ثابته لمين لكل الموظفين هلا هاي تطبع ترويسه الجدول ونوعها ستاتيك لانها موحده للكل طب واحد بيقول ثواني هلا بعد ما اطبع الترويسه بدي اصير اطبع معلومات الموظف بس ما بدي اطبع كل معلومه على سطر انما بدي اطبعهم كلهم دفعه واحده على سطر واحد على نفس النسق تبع هاي فطلع انا شو بدي اسوي بدي اخذ هاي كوبي وبدي اجي هون بيست عشان اكسب الوقت هلا اول ملاحظه الموظف معلومات الموظف ممنوع احطها ستاتيك واحد بيقول لي ليش بقول له لانه رقم الموظف واسمه كل موظف له رقم خاص فيه يختلف عن الثاني له اسم خاص فيه يختلف عن اي واحد ثاني يعني معلومات الموظف ليست ستاتيك انما كل موظف له معلومات خاصه فيه لحاله هنا راح اسمي هاي الميثود كتمييز برنت امبلوي از ارو يعني اطبع الموظف على اساس زي كنا عم نسق على شكل سطر واحد بيقول لي طيب بقول له هلا طلع كيف هلا هون بطبع التايتلز تبعت الجدول الهيدر طبعا الملاحظه نسيت احكيها هلا هون بعد ما اطبع برنت اف ما بتنزل سطر فبعد ما اطبع اخر معلومه بقول له باك سلاش ان هلا باك سلاش ان بيصير تكتب هون باك سلاش ان بس دائما في البرنت اف لا تستخدم باك سلاش ان ولا استخدم بيرسنتج ان لانه باك سلاش ان تستخدم مع البرنت لاين والبرنت بالبرنت اف دائما استخدم اشاره البيرسنتج بيرسنتج ان يعني انزل سطر جديد اللي هي نيو لاين طيب هاي عشان يعني ما يطبعش كامل طباعه الموظف جنب اخر كلمه انما ينزل سطر جديد هلا كل ما اجي اطبع موظف بطبع اول شيء هون مش كلمه نمبر بطبع رقم الموظف الحالي بقول له نمبر طب بقول له واحد ثواني النمبر لما عرفناه من نوع انتجر من نوع ايش يا شباب انتجر فلما بطبع انتجر بحطش اس شو بحط دي اختصار كلمه ديجيت في الفورماتد الاس للسترينج دي للانتجرز ديجيتس يعني 12 خانه خليهم 12 خانه منسق لليسار الاسم راح اقول له اطبع النيم قيمه الفاريبل للاوبجكت الحالي جيب النيم تبعه اطبع من 30 خانه بس بدي اطبع الاسم بغض النظر شو دخل اليوزر بطبعه كابيتال لتر فحطيت الاس هنا شو مالها كابيتال بغض النظر انا شو دخلتها اطبع له اياها كابيتال لتر طيب البيسك سالري البيسك سالري اللي هو احنا سميناه فعليا في كلاسنا ايش سميناه سالري السالري دبل الدبل لا تستخدم مع لا دي ولا اس شو تستخدم مع الاف اختصار لكلمه فلوت يعني هذا كسور الفلوت له ميزه انه بتقدر تحدد كم خانه وكم وحده منهم كسريه فباجي قلت له 0.2 يعني المقصود انه من هذا الرقم في خانتين شمالهم كسريات الاف للفلوت للكسور فانت حسب شو بتطبع بدك تطبع ارقام صحيحه دي بدك تطبع اسماء يا اس كابيتال يا اس سمول اذا بدك تطبع كسور بتحط اف اللي هي فلوت
مين عنده سؤال يسأل؟ في حد عنده سؤال؟ طب أكمل. ده أطبع التاكس. التاكس إيش عندي تاكس؟ في عندي ميثود جاهز اسمها get tax. عفوا get tax بهذا الشكل. get tax. التاكس مثلا بحكي هي كسرية، فبقول له أول إشي F، وبقول له مثلا بدي خانتين كسريات اللي هي يعني لحد قروش، بدي أطبع لحد القروش. الفلسات بديش إياها، إذا بدي فلسات بصير أحط ثلاث خانات. مثلا احنا اتفقنا انه نحطها قروش. النت سالري، النت سالري مش عندي شيء اسمه نت سالري، في عندي ميثود جاهز اسمها جيت نت سالري. جيت نت ايش؟ سالري بهذا الشكل. هاي كمان قصور فبحطها اف، وباجي بقول له هون مثلا بوينت 2. تمام. واخر شيء، اخر شيء بعد ما اطبع كل موظف بقول له بيرسنتج ان. بيرسنتج ايش؟ ان. هلا انا عامل ميثود اسمها print employee as row، اطبع الموظف كسطر، بحيث انه السطر اطبع المعلومات موظف كسطر واحد بهذا التنسيق. تذكروا الارقام الصحيحه معها دي، الارقام الاسماء معها اس او اس سمول او اس كابيتال، الارقام الكسريه اللي float بنسميها، حط اللي هي كم خانه كسريه بدك فيها الدقه تبعتها. والواحد طب حلو، هلا انا وفرت للمستخدم للي بيستخدم كلاسي، بدل ما هو يجي في المين هون يعني وين طباعة الأري، بدل ما هو يجي في المين يقعد هو يكتب كيف ينسق الطباعة، بقول له يا حبيبي ولا تغلق حالك، ولا بقول له طلع له شو بقول له. أول إشي بدي أطبع ترويجة الجدول. ترويجة الجدول استاتيك ميثود، فيش داعي تكون معرف أوبجكت عشان تطبعها. يعني بمعنى آخر بقدر أستدعي الاستاتيك ميثود من اسم الكلاس مباشرة دوت برينت تيبل تايتلز. يعني اطبع ترويجة الجدول، يعني عشان تفهم معي والله ثواني خليني افعل هدول، خليني اشيل تهميش او هدول، خليني بس اشيل تهميش عن برينت اري، هاي هذا اشيل تهميش عنها بس عشان تشوفوا انتم معي، يعني اي شيء من قبل مش موجود. هلا هون اف 6 طبعا في غلط اللي هو انه انا ما عرفتش الاري، فهون لازم اشيل تهميش عن الاري، لازم اشيل تهميش عن الاري. طيب هلا طلع بقى معي اف 6، هلا هون طلع شو طبع لي ترويسه، مع اني انا مش منشئ لسه ولا اوبجكت، انا ما عبيت الاري لا بالفل ولا هاي. بما انه مش منشئ ولا اوبجكت والميثود ستاتيك، تقدر تستدعيها باسم الكلاس. هاي حلو في الستاتيك ميثود، يعني هون استدعيت الميثود اللي اسمها برينت تيبل تايتل بدون ما اكون معرف ولا اوبجكت. هاي حلو في الستاتيك لانه تقدر تناديها باسم الكلاس مباشره. هلا الانستنس اللي هي الاوبجكتس اللي راح تنشئها وتطبعها، ما بتقدر تطبعها الا اذا تم انشاء الاوبجكت واعطائه شو اسمه انشاءه على الديفولت كونستراكتور. فأنا ما بدي أعبيه من خلال الفيل، بدي أعبي الأري تبعتي من خلال اللي هم الخمس أوامر الجهازات عشان ما عادش أضيع الوقت وأنا بعبي. فباجي هون بقول لواحد طيب هاي أنشأت أري عبيتها بداتها، هلا أطبعها. هلا عشان أطبعها قبل ما أعمل رن هون بطبع الترويسة، هلا بصير ألف على عناصر الأري واحد واحد، بدل ما أقعد أغلب اليوزر هو ينسق بالطباعة، بقول له هنا روح على ARR وفي الآي الحالية حطيت لك ميثود جاهزة أنا شو اسمها print employee as row بدون ما احط جمله طباعه، وانا جمله طباعه عبيتها في الميثود تبعتي اللي هي اسمها برينت امبلي ازرو. بقول لواحد طيب ولا طلع معي اف 6، طلع كيف طلع الجدول عندي هيك مرتب ومنسق كيف جدولي. هيك الناس بتسلم منك، مثلا هاي الارقام طلع كيف مسطره المسافه بيناتهم، يعني كلهم على نفس المستوى. الاسماء كيف محاذاه هيك ومرتبه الرواتب الضريبه الكذا. هلا الذكي منكم بينتبه لشغله، واللي واللي هلا لو هذا نظام مالي قاعدين بيشتغلوا فيه المحاسبين اللي بيشتغلوا على الورق، استعطيه هذا السيستم بقول لك يا زلمه هذا اللي جايب لنا يا غبي بعيد عنكم. قولوا له ليش يا زلمه غبي؟ قول له يا زلمه احنا هلا هذا بطبع على ورق على A4. قول له واللي بدي اجي اجمع اتاكد بدي ادقق الحسابات انا، او بدي اجمع اطلع حساباتي. قول له واللي طلع لما بدي اجي اجمع الخانات مش متحاذيه، دائما الارقام المصاري احنا حادينا لليسار، الارقام فعليا لازم تحط له الاحاد تحت الاحاد، يعني هي احاد 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 تحت هاي عشرات الاحاد زاحت. فدائما البروفيشنالي القوائم الماليه، القوائم الماليه لا تحادي لليسار، تحاديها لوين؟ لليمين. فبنط واحد بيقول لي طب بسيطه جدا، بقول له بقول لي كيف هذا اسوي؟ بقول له ارجع كلاس الامبلوي، هاي كلاس الامبلوي، بقول لي بالنسبه للمصاري شيل السالب. شو يعني شيل السالب؟ يعني حادي مش لليسار، لوين حادي؟ لليمين. هلا بس اعمل اف 6 طلع كيف صاروا الارقام، يعني الاحاد مع الاحاد، عشرات مع عشرات، مئات مع مئات، الاف مع الاف، والفلسات نفس الشيء، القروش والبرايز مع بعض زي ما بيقولوها. ومن ناحيه بروفيشنالي برضه كمان لازم مين ازيح اللي هو البيسك سالري، فهون باجي عند البيسك سالري والتاكس اللي هي الترويسه، بشيل هاي وبشيل هاي وبشيل هاي، بحاليه بحاديهم لليمين
هلا بس اعمل اف 6 طلع كيف قائمتي شمالها مرتبه مزبطه. هلا لما يجي يشتغل محاسب لو طبع على الورق بقول لك تعال هذا اجمع بالنظر الاصفار اللي هي القروش مع القروش، البرايز مع البرايز، الاحاد مع الاحاد، العشرات مع العشرات، مئات مع مئات، الاف مع الاف. فبيقدر يشتغل بقول لك اه والله هذا اللي بشتغل معاه زلمه مرتب شغله متكتك دائما ندولنا اياه نشتغل معاه. لاحظوا لما حطيت كمان الاس كابيتال شو طلع الاسم عندي انا لما عبيتهم عبيت باسم العكش بس البي كابيتال والباقي سمول لترز يعني كنت عبيهم عشوائيا شيء كابيتال شيء سمول. لاحظ الاس كابيتال شو طبعتهم كلياتهم كابيتال لترز نسخت لي اياهم لتنسيق طباعه. وصلت الفكره؟ يعني شوف في شغلات بسيطة أنت بتسويها هي بتجذب الناس إليك. طب واحد بيقول لي طب اسمع اسمع ورجيني لو عبيتها بإيدي، تعال أورجيك لو عبيتها بإيدي، يعني بدي أجي هون أسويها، هاي بدي أخلي هدول هون أهمشهم. بس يعني بدي أورجيك كيف إنه بتقدر يعبي بإيدي، هلا بعد ما خلصت مثلا تأكدت إنه الطباعة صح هلا برجع الفيلر، يعني هاي عشان تشوفوا معي هي الستة، مثلا موظف رقم واحد رقمه مثلا 11 اسمه AAA BBB CCC. حليت مشكلة النكست لاين تذكروها راتبه مثلا 500 دينار و33 قرش الموظف رقم 2 مثلا رقمه 22 اسمه بلا 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 عرفت زي ما بدي راتبه مثلا 655 و34 قرش الموظف الثالث رقمه 33 اسمه مثلا علي لحالها بس ما عبيتش إلا كلمة واحدة عادي بصير راتبه 955 دينار و44 قرش مثلا مجازا الموظف الرابع بلا 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 آه محمد اسمع احكي موظف رقم أربعة رقمه احكي محمد دكتور طب بس لو ما حطيت قروش رح يكون مكانه مصفار ولا رح يشيلها لو ما حطيت ايش الكسور لو ما حطيت هاي دور جيك اياها هاي مثلا اسمه محمد محمد الباشا تمام هلا محمد الباشا عخير بلشت تشتغل الاول ما اشتغلت يا رب هيك ان شاء الله يا رب صفقوك راتب 2500 دينار ان شاء الله يا رب هاي انتر هاي عبيت محمد هلا بس نطبع بشوف كيف بطلع مثلا هاي الموظف الخامس رقمه مثلا اعطيته 55 مثلا هاي مثلا منى احمد على سبيل المثال راتبها مثلا 1000 مثلا 1650 دينار وبدون قشور بس اكبس انتر هلا لانك حطيت فورماتد شو اعطاهم اللي معبت لهم مش قشور اي شيء شو اعطاهم هاي الحلو بالفورماتد انت بدك تثبت نسق يعني سواء تعبى ولا ما تعباش بدون حط هلا الاسماء انا بعبي مش 30 خانه بعبي جزء من ال 30 خانه بعبي جزء من مين من ال 30 خانه لاحظ هاي الارقام عبيت من 12 خانه بس خانتين من الاسماء من 30 خانه عبيت قد ما بدك هي عبي قد ما بدك زي ما عبيت زي ما طبع لك اياها الرواتب نفس الشيء الضريبه صافي الراتب نفس الشيء دائما خلي شغلك شو يكون مرتب تجذب الناس إليك هلا دائما ملاحظة مهمة هاي تذكروها خلوها ببالكم يا شباب في كتير من الناس بيعرف يبرمج يعني محترف برمجة بس ما بيعرف يظهر شغله هيك مرتب الناس بتكش منه الظهر بتقول لك هذا بيعرفش يشتغل لأنه الناس كبداية بهمه المنظر إنه شكله حلو السيستم والله ما شكله مش حلو فإذا أنت بتعرف برمج وشكل النظام بيطلع عندك مطعوج زي ما بيحكوها ولا له علاقة في الدنيا بتهرب الناس منه في ناس بتعرف تشتغل ديزاين حلو بس ما بتعرف تبرمج بنجذبوا الناس إلها كبداية بقول اوه والله السيستم تبع حلو بس بيبلش يشتغل عليه بسرعة أغلاط فبقول لك ما يعمل يكون منه هلا الذكي يكون يعرف يبرمج ويعرف ينسق بيجذب الناس إله بصير الكل يوصل فيه تمام يا شباب في أسئلة لحد هون فيش أسئلة طيب هلا طبعا احنا تقريبا هيك راح تخلص محاضرتنا هلا الفكره وصلت انه كيف اعمل اري اوف اوبجكتس طيب هلا المحاضرات الجايه ان شاء الله بعد العيد هلا بكره هو المفروض عطله رسميه اعلنها رئيس الوزراء حسب علمي ولا لا اعلنوا ولا ما اعلنوش انا بعرف انه ما اعلنوا اعلنوا خلاص طيب يعني راح نيجي ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي هو بيكون اول يوم دوام هلا بعطيكم معلومه حلوه هلا هذا النظام تبعي بس بيستحمل كم موظف 5 واللي طيب هلا انت بدي اياك تتخيل الفكره كالتالي هذا النظام انت بعد ما تبرمجه بتسلمه لشركه ما في عندهم مبرمج يعني تروح تعطيه لشركه محاسبه او شركه مثلا زخرفه هلا كان عندهم في البدايه لما بنيت لهم النظام انت كان عندهم 5 طب عينوا 2 جداد هذا السيستم اللي انت بانيه بوسعش الا كم من موظف 5 راح يجي يرنوا عليك اه باسم اه سيدنا شو في والله عمي اجى جبنا 2 جداد تعال عدل لنا الكود تبع برنامجك هل هذا الحكي منطقي؟ لا طبعا ما في شركة بترضى
انه كل ما يجيبوا موظف يتصلوا عليك تعال كبر لنا الاري. طبعا هم لا بيعرفوا لا اري ولا سكان بين. بقول لك بدي سيستم، بدي اضيف موظف، بدي احذف موظف. طيب الاري من اساسياتها في البرمجه معروف انه الاري دائما حجمها فيكس. شو يعني فيكس؟ ثابت. يعني اول ما بلشت فيها خمسة خلص فيها خمسة، طيب فيها 100 بس فيها 100. كيف كنا نسويها احنا زمان؟ كنا مثلا نيجي نحجز اري من 100 خانه ونحط رقم انه شو اقصى اندكس ابلش اعبي فيه في الاري. يعني هذا السيستم بوسع ماكسيمم لحد 100 موظف، اقول مثلا اعدل فيه فاريبل، اقول دائما لما تعمل لوب يمشي على الاري ما تمشي لاخرها، امشي لحد اخر قيمه احنا وصلنا لها. فمثلا اقول في البدايه مثلا ضفت موظف رقم واحد فبصير اخر اندكس توصل له مثلا صفر، ضفت موظف ثاني بصير اخر اندكس توصل له واحد، وهكذا. طبعا هذا الحكي كان زمان. هلا ظهر في البرمجه لانه الاري حجمها ثابت، ظهر في البرمجه شيء اسمه اري ليست. الاري ليست هي زيها زي الاري بالضبط، لا راحت ولا اجت، بس فيها ميزه انه حجمها مش ثابت. يعني بتبلش فيها من البدايه حجمها فاضي امتي، تقدر تعمل عليها اد تكبرها، تقدر ايش تسوي، تقدر تعملها ريموف تصغر فيها، يعني تضيف موظف تحذف موظف، تضيف موظفين 10 3 4 قد ما بدك، تحذف وتضيف قد ما بدك فيها. تمام يا شباب. فالمحاضرة الجاي رح أرجع أبلش معكم مع موضوع هو نفس الأري، بس دورجيك شغلة أحلى اللي هي نعمل إشي اسمه أري ليست. الأري ليست دايناميك، أري مش فيكس مش ثابتة، تقدر تكبرها تقدر إيش تسوي تصغرها. رح أعملكم سيستم حلو، يعني رح أعمل منيو إنه في عندي شو اسمه، في عندي خيارات إنه إيش بدك تسوي. محمد اللون مالك، النت عندك ضعيفة. طيب بالله الكل عشان فصل هذا الكل يعاود على الشات او هلا بحكي. المحاضره الجايه يوم الثلاثاء خلص عندي دوقف لحد هون، بس خليني اكمل الفيديو. المحاضره الجايه بورجيكم كيف نبني نظام كامل، نضيف موظف نحذف موظف ندور نفلتر نعمل سيستم عن جد. يعني راح يكون متراكم عن عده محاضرات، يعني راح اسويه على عده محاضرات، وإشي حلو انه تستفيد منه، تتخيل حالك عن جد بتسوي سيستم كامل متكامل، انه اضافه موظفين عرض موظفين استفسارات عليهم اللي بدك اياه. راح ارتبها بشكل مرتب، وراح ابلش بشيء اسمه الاري ليست اللي هي زيها زي الاري العاديه، بس هاي بتكون دايناميك. لحد هون راح اكفي. بس قبل ما هذا، في اسئله على اللي شرحته؟ فيش اسئله. طيب بالله ثواني، خليني محمد احكي اذا بدك تحكي اذا عندك سؤال، خليني بس اخذ حضور وغياب. او هي ثواني، هي انتم معي عادي انتم بتعرفوا بعض. باسل موجود؟ باسل مش موجود صح؟ هاي باسل موجود، هاي غياب باسل. أنس غياب. محمد سوري، هاي كوبي لهاي بعدين، أنا الإكسل عندي شرع. هاي أنس غياب. محمد شاهين، محمد الباشا، محمد شاهين موجود. هاي محمد شاهين موجود. إسماعيل موجود. خلينا نشوف. إسماعيل مش موجود. هاي اسماعيل، هاي ناخذ هاي كوبي. هلا احنا قلنا الحضور الغياب مش الزامي، بس انا بحطه. خالد موجود صح؟ خالد موجود. هاي خالد موجود، هاي كوبي وهي بيست هون. عبد الله عبد الرحمن شحرور، عبد الرحمن موجود. موجود، هاي موجود. البقيه حكيناهم. حمزه مش موجود. حمزه صح؟ هاي غياب. احنا حكينا الحضور الغياب مش الزامي، بس هذا على اساس انه شو اسمه، يعني اعرف مين راعي مين ما راعيش من الاخر. مالك مش موجود. مالك صح؟ طبعا مالك غياب. طب هيك الكل يعني اخذت انا حضور وغياب. هذا الحضور والغياب ليس الزامي، انما اللي زي ما حكينا انه مين اللي بدي اساعده ادير بالي عليه، ومين اللي مش محتاج مساعدتي ولا بده يعني اساعده، انما هو جاي من دار اهله فهمان وما شاء الله عليه. تمام. هاي اسيب هاي، وهي نرجع للمثال. لحد هون راح اكتفي. في حدا عنده سؤال؟ اذا حدا عنده سؤال عنده اي استفسار يحكي لي. فيش استفسارات؟ هاي راح اكتفي لحد هون. يعطيكم الف عافيه، كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والسلامه جميعا، وان شاء الله بنشوفكم بعد العيد اللي هو الثلاثاء القادم. محمد احكي اذا بدك تحكي. هذا راح يكون الفيديوهين ولا فيديو واحد؟ لا فيديو. والله ما انا عارف، بشوف. هلا ما انا اول مره بحياتها بتصير معي انه بقطع معي الزوم. بشوف. على كل الشعب اللي قبلكم شرحته انا كامل، فاذا هذا متقطع او ضايع منه شيء بحط لكم فيديو الشعب الثاني اللي قبلكم. الشعب اللي قبلكم لسه شرحت اكثر من هيك. وعلى كل انا راح ارجع اعيده على
الاري ليست، يعني راح اعمل نظام وراح نعيده خلال الفصل، يعني كثير شغلات زي هيك، يعني حتى لو ضاع جزء من هذا لا سمح الله راح نعيده في الامثله الجايه. هذول راح احكي، اللي حابب يطلع يطلع الله ييسر امره، يعطيكم الف عافيه، واللي عنده سؤال حابب يسال يسال. فيش اسئله؟ فيش اسئله. كل عام وانتم بخير ويعطيك الف عافيه. وانت بألف خير يا محمد، كل عام وانتم بخير جميعا، ان شاء الله بشوفكم الثلاثاء القادم، يعطيكم الف عافيه. نعم، وانت بألف خير يا احمد، يلا السلام عليكم جميعا.